السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، لست أفندم، أنت الأفندم. أما أنا لست أفندم، أنا أخوك في الله. ربنا يبارك فيك يا فضيلتك، ربنا الله يبارك فيك. يكرمك، تفضل. عندي سؤالين سريعا بس معلش. سأل يا حبيبي. السؤال الأول، أنا واقف جنب والدي دايما، يعني الحمد لله بعطيه من مالي ودايما عايزه إيه، يعني يبقى مبسوط ومطمن وفرحان. بعطيه بكثرة، يعني إخواتي بيلوموني ان انا يعني اعمل لنفسك، والدك بياخد مرتب، يعني خليك بالراحه كده في التعامل، بلاش يعني ايه تبقى مندفع في ان انت تدي فلوس كتير او، بس انا راجل كبير وانا عايز ابقى ابسطه. مش انت انا موسع؟ مش الله محتاج. الله وسع عليك ولا لا؟ نعم الله وسع عليك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. خلاص ما فيش مشكلة، اذا كان قصدك انك تدخل عليه السعادة ايضا كما قال الله تعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، فكل شيء بالقدر يعني. لكن الحمد لله لو الأمور متحملة والفارق خفيف، والفارق خفيف تمام تتحمل.